Huh? <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه مرحبا وأهلا بكم أحبة المستمعين أحبة المشاهدين في هذا اللقاء المبارك وفي هذه السلسلة المباركة بعنوان أحسن القصص رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه كنا يا احبه قد تكلمنا في لقاء مضى عن ايه عظيمه وهي في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وقلنا فيما مضى يا احبه ان هذه الايات الكريمات نزلت في رجل يسمى الحارث بن عمرو وهذا رجل من اهل الباديه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فساله قال يا رسول الله متى الساعه يعني متى وقت الساعه ثم قال اني اتيتك من ارض قد اجدبت فمتى ينزل الغيث وان لي امراه حبلى فماذا تلد واني قد علمت متى ولدت فاين اموت او متى اموت وهذه لا شك أن هذه الخمس اختص الله سبحانه وتعالى هذه الخص هذه الخمس بعلمه سبحانه قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أما الساعة يا أحبة فأمرها عظيم سميت ساعة لأنها تأتي بغتة تأتي في ساعة واحدة وفي صيحه واحده يموت كل من على الارض وذكرنا ان هناك فرق بين الساعه واليوم الاخر وقيل ان الساعه هي مقدمات اليوم الاخر والحقيقه ان الساعه هي اشاره الى انتهاء وزوال هذه الدنيا واليوم الاخر هو خاص بيوم القيامه وبعرصاتها يوم يقوم الناس لرب العالمين اما الساعه فقد اختص الله عز وجل العلم بها سبحانه لنفسه قال عز من قائل ويسالونك عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ويسالك الناس عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها الحقيقه ان وقت الساعه او معرفه وقت الساعه لا فائده فيها بل ان الجهل فيها لا يضر بل العبره يا احبه ماذا اعددت للساعه؟ ماذا قدمت بين يدي الساعه؟ ولهذا ذكرنا امر ذلك الرجل الصحابي عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا اعددت للساعه؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي ان يفهم، ما العمل الذي قدمته بين يدي الساعه؟ قال يا رسول الله ما قدمت كثير عمل ولا كبير صيام ولا صدقه ولا صلاه ولكني احب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ففرح بذلك الصحابة فرحاً فرحاً عظيماً ومما جاء يا أحبة في بيان أمر الساعة حديث جبريل العظيم ذلك الحديث الطويل الذي جمع أمهات العبادات جمع أصول الدين جمع الإسلام والإيمان والإحسان ولهذا كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ولا عكس كما ذكرنا في لقائنا الذي الذي مضى وذكرنا أن الله عز وجل عاتب الأعراب عندما قالوا آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا هو الحقيقة الإنسان أولا لا يزكي نفسه ثانيا لا بد عليه أن يفعل أسباب الإيمان والطاعة ويتقرب إلى الرحمن سبحانه جل في علاه أما حديث جبريل يا أحباء الطويل فقد جاء في الصحيح عن عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه قال بينما كنا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر ولا شك ان العباره فيها تناقض يعني كون ان الرجل لا يعرف احد وجاء وليس عليه اثر السفر لان الصحابه يعلمون من في المدينه وفي الغالب ان الذي ياتي وهو بخارج المدينه لا شك انه من سفر لان اقرب الـ 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 يعني الذين يسكنون بحبل المدينه يحتاجون الى مسافه مسافه سير ففي الغالب انه يرى عليه اثر السفر ولكن جبريل عليه السلام جاءهم بهذه الهيئه وبهذه الكيفيه وبهذا الجمال عليه السلام فلما جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في روايه عند النسائي سلم فقال ادنو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادنو ولا زال يقول له ادنو حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس جبريل عليه السلام وجبريل هو سيد الملائكه والملائكه يا احبه اجسام لطيفه نورانيه كان جبريل كثيرا ما يتشكل بصور بعض الصحابه كدحيه الكلبي رضي الله عنه كان الرجل وسيما وجميلا في قومه فالملائكه في الغالب ما تتشبه باجمل الرجال بخلاف الجن. التي يعني تتشكل وتتشبه بالعقارب والحيات وبالكلاب الى غير ذلك. فجبريل يعلمنا هنا ادب عظيم ان الانسان اذا جاء الى مجلس العلم فلا بد عليه ان يتخير احسن اللباس واحسن الهيئه وهذا ادب عظيم يتحلى به طلاب العلم. ثم جلس عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنا منه حتى التصقت ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وهنا اشاره لطيفه اولا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهمه ويعقله ثم وضع يديه على فخذيه دليل على احترامه وهذا احترام الطالب بين يدي المعلم ثم قال يا محمد وفي هذا يعني يشير أهل العلم أنه كان من المفترض أن يتأدب وأن يقول يا رسول الله ولكن قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى أنه رجل غريب أراد أن يعمي على أمره وحاله فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فقال جبريل صدقت فقال عمر عجبنا له يساله ويصدقه لانه في الغالب السائل يكون يسال عن جهل قال صدقت ثم قال اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت ثم قال اخبرني عن الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك وهذه لا شك يا أحبة من أعلى المراتب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين فنحن كما ذكرنا كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ولا عكس وهذه يستطيع يا أحبة أن يصل إليها إنسان بكثرة النوافل وبكثرة العبادات وبكثرة الصدق وبتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يراقب ربه في كل صغيرة وكبيرة ولهذا عندما سئل الشافعي قيل له ما أفضل الناس أو ما أفضل الأعمال؟ قال أن ينظر الله إلى قلبك فلا يرى في هذا القلب أنك تريد أحدا من الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أتصور يا أحبة أن الشافعي يعني يصف نفسه وحاله في الغالب أن العلماء الكبار عندما يتكلمون بهذا الكلام في الغالب أنهم يصفون أنفسهم ولا نزكي أحد. تامل يقول ان ينظر الله عز وجل في هذه المضغه في هذا القلب فيرى انك لا ترى احد من الدنيا من هذه الدنيا الا الله سبحانه جل بعلاه وكانك يعني تشعر بالانس بالقرب من الله سبحانه وتعالى وفي هذا الوصف تجد ان شيخ الاسلام عندما سجن يقول نحن في جنه لا يعلم بها الا الله ولو علم بها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف انظر هذه الجنة التي يقول جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل لم يدخل جنة الآخرة ثم قال صدقت فقال عمر عجبنا له يسأله ويصدق ثم سأله قال ومتى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها أعلم من السائل وهنا أدب عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليما يقول لا أعلم لأنه إذا قال لا أعلم فيه دليل على أن هناك من يعلم بوقت الساعة ونحن قلنا أن وقت الساعة هو علم اختصه الله عز وجل لم يعلم به لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى ثم قال له جبريل أخبرني عن أماراتها والأمارات هي العلامات والعلامات كثيرة يا أحبة هناك كما ذكر أهل العلم علامات صخرة وصغرى كما جاء في هذا الحديث العظيم وهناك علامات كبرى، أما الكبرى فلم تأتي، وهناك علامات بينهما لعلها تكون حلقة وصل. أما الكبرى فهي عظام وهي كما جاء في وصف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كعقد فيه خرز انقطع فإذا سقط استتالت يعني جاءت بسرعة هائلة جدا منها الدخان ومنها الدابة التي تسم وجوه الناس ومنها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام الذي يقوم بقتل المسيح الدجال ومنها طلوع الشمس من من مغربها ومنها الدخان فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين وغيرها من العلامات الكبيره لكن هذه العلامات تكون في اخر الزمان وتكون و... تكون علامه على نهايه هذا العالم الذي الذي نعيش فيه ثم قال اخبرني عن اماراتها قال اماراتها ان تلد الامه ربتها تلد الامه ربتها الامه لا شك المملوكه وربتها المقصود الرب هو السيد او السيده وفيها اشاره لطيفه الى معنى دقيق الى كثره العقوق هناك تفسيرات اخرى ذكرها اهل العلم لكن لعل من اقربها مساله العقوق وهذا مشاهد وللاسف احبه في زماننا الحاضر انتشر العقوق في الأبناء وهذا والله يا أحب أنه مؤشر خطير ووالله يا أحبة أن أسرع عقوبة تعجل لصاحبها في الدنيا هي مسألة العقوق كما جاء في الحديث الصحيح أن ما يعجل الإنسان في دنياه كالبغي والعقوق أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يطهرنا من الخلل وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بقي في الحديث بقية لكن الى لقاء جديد نستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته